السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الحمد لله، تعمل ايه يا مس؟ الحمد لله. ازيك يا جمال؟ عامل ايه؟ تمام. تمام الحمد لله. ازيك يا نانسي؟ الحمد لله، ازي حضرتك يا مس؟ ايه اخبار رمضان معاكم؟ خلاص كده اهو خلص، مستعدين للعيد بقى؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عامل ايه؟ ازيك يا تسنيم؟ عامل ايه؟ وعهد؟ عامل ايه يا عهد؟ هو النهارده بقى هناخد ايه يا حاج؟ النهارده هنعمل تدريبات على الوحده التانيه اللي احنا كنا اشتغلناها امبارح في اللايف ان شاء الله. اوكي، اللي هي بتاع اللايف بتاع امبارح صح؟ ايوه، هنشتغل عليها باذن الله ان شاء الله. اوكي يا مستر، باذن الله. نورتنا والله يا مستر. حبيبي يا احمد، ده احنا منورين بيكم كلكم يعني. أعظم مدرسين بيزا بريست والله. حبيبي يا احمد، ربنا يخليك. اهم حاجه ان انت تكون بتستفيد بس يعني. أيوة، ما احنا كلهم بنحضر مع مدرس شكله. تمام. بس انت منين يا احمد بقى اصلا؟ احنا من الجيزة. جيزه؟ طب كويس، انتوا جنبنا. فين في وانت من الجيزه؟ الجيزة برضه من فيصل صح؟ احنا من فيصل. اه، انتوا منين؟ أيوة منين؟ أنا من العياط. عياط؟ قريبة، أجدع ناس. هي المشوار من هنا اللي فصل ساعة، ساعة ونص. بالظبط. اه، احنا بنرحب بيكم كلكم، ويعني زي ما بنقول يعني احنا دايما عايزين نخليكم في أحسن مكان بإذن الله تعالى إن شاء الله يعني. بإذن الله. طيب، عشان تسلم يا عهد والله، يعني احنا مبسوطين والله ان انتوا يعني عملنا حاجة قدرنا ان احنا نساعدكم بيها، وان انتوا يعني تبقوا تقدروا تلموا المواد كلها يعني. ودي حاجة والله بتبسطنا جدا يعني، وما بنحسش بالتعب فيها خالص يعني، سبحان الله يعني. النهاردة ان شاء الله يبقى عندكم لايف حلو بالليل مع مستر الساعة محمد 9 حمدي الساعة 9 في الجبر ان شاء الله باذن الله يعني. هتلاقوا لايف برضه مستر ممتاز يعني، مدرسين يا ممتازين أستاذ جدا. هيثم. نعم، وفي حصص تانية علوم؟ لا صح؟ الله، بعد العيد هنقول لكم الدنيا بقى هتبقى عامله ازاي بس باذن كده الله ناقص آخر واحدة بتاع الوراثة. ان شاء الله. ما انا بقول لك بعد العيد هيبقى برضو لسه في معانا حاجات هنقول لكم عليها باذن الله تعالى ان شاء الله. ماشي يا حضرتك، نبدأ يلا. هنبدا دلوقتي ان شاء الله. بس زمايلك بس بيدخلوا. ازيك يا شاهد؟ عامله ايه؟ يدخل بس ان شاء الله يا لولا. لولا، هنراجع على الهرمونات والوراثة إن شاء الله بعد العيد، هننزل لكم الجداول وإن شاء الله بإذن الله تعالى نظبط الدنيا بإذن الله إن شاء الله. مستر، هي الوحدة اللي بعد الكهرباء مهمة؟ مهمة؟ آه طبعًا. أنا عايز أقول لك إن أنت السنة الجاية أصلًا الأحياء في أولى ثانوي قايمة على الوحدة اللي جاية دي، بتاع اللي هي الوحدة الثالثة دي. اه، فدي مهمة جدًا يعني. بتاع مندل. آه، بتاعت مندل دي، ده أنت بتأسسي للأحياء بتاعت ثانوي. ان شاء فمهمة الله. في جدا الترم يعني. الثاني اصلا في اولى ثانوي. اه، في الترم الثاني في اولى ثانوي، في الباب اللي بيقولوا عليه الباب الثالث يعني، باذن الله تعالى ان شاء اللي الله. هو يعني الوحدة الثالثة. ايوه بالظبط كده، في السنه وما بيبقاش في حاجه اسمها وحده، بيبقى اسمها باب. واحده واحده ان شاء الله ومتكون من فصول. ايوه بالظبط كده. ده انت ليك حد في السنه بقى، ولا انت بتذاكر السنه وكمان السنه دي معاك؟ لا انا عارف يعني، واخد نبذة عنها. تمام. طيب، عشان ما نضيعش وقتنا نبدأ نشتغل. عشان الوقت بتاعنا واضحة الصورة قدامكم اللي احنا فتحناها دي دلوقتي. وات ايوه تمام يا واضحة. مس. تمام. طيب، حاضر بإذن الله. هنعمل مراجعة على الوحدة الثالثة بإذن الله إن شاء الله. تعالوا واحدة تانية. هنبدأ كده نشتغل أسئلة مع بعض، وهنمشي بالدور عشان خاطر نبقى ماشيين بشكل منظم. يلا كده بسم الله. نبدأ. أحمد، يلا يا أحمد جاوب لي أول سؤال. تدفق الشحنات اوكي. الكهربية السالبة بانتظام. التيار الكهربي. تمام، ده تعريف طبعا التيار الكهربي. تمام، يبقى أول واحدة عندنا كده، نكتب كده الإجابة هنا على جنب، التيار الكهربي. حضرتك بس عايز سؤال. نعم، اتفضل. في مس كانت
طلع كمان بيزا فيست برضه كانت عاملة على الحتة دي، لا ايه فاهم؟ تعليق؟ كانت عاملة يعني، كانت يعني بتقول حتة دول لك يا تدفق الشحنات الكهربائية السالبة خلال وقت الزمن يبقى نقول شدة التيار. لا كمية الشحنات الكهربية ما هي قالت، اه ما انا بقى مش فاهم الحتة دي، قالت لك مش لازم كمية الشحنة الكهربية. لا لا لا، كمية لما تلاقي الكمية وتلاقي الشحنة يبقى اسمها شدة التيار، انما التدفق بس كده ده التيار تيار الكهربي. كهربي. جميل، ماشي حضرتك، شكرا. العفو يا ميري. يلا يا ميري السؤال اللي بعده. كمية الشحنة الكهربية المتدفقة عبر مقطع موصل في زمن قدر 1 ثانية. ميري شدة التيار. اه دي اسمها شدة التيار. تمام يا ميري. نانسي يلا السؤال اللي بعده يا نانسي. كمية الكهرباء المنقولة بتيار ثابت واحد شدة 1 أمبير في زمن قدر 1 ثانية. الكولوم. كولوم. برافو عليكي، كولوم. تمام كولوم. ناخد مريم حمادة. جهاز يستخدم في قياس شدة التيار الكهربي المار في دائرة كهربية. الأميتر. الأميتر. برافو عليكي، الأميتر. الأميتر. طيب ناخد شهد أنور. يلا السؤال اللي بعده. الحالة الكهربية للموصل التي تبين انتقال الكهربية منه أو إليه إذا وصل بموصل آخر. الجهد الكهربي. برافو عليكي، شطورة. الجهد الكهربي. الجهد الكهربي. تمام. جمانة. يلا يا جمانة. مقدار الشغل المبذول لنقل كمية من الكهرباء مقدارها 1 كولوم بين طرفي الموصل. فرق الجهد. فرق الجهد. برافو عليك يا جمانة، فرق الجهد. تمام. عمر حمدي. عمر حمدي. الفولت يا مستر. فرق الجهد بين طرفي موصل. تمام، ده تعريف الفولت. برافو عليك، الفولت. تمام، نشوف الأسئلة اللي بعد كده. عهد. يلا يا عهد، السؤال واضح عندك ولا مش واضح؟ شايف السؤال يا عهد؟ أهو، فرق الجهد بين قطبي المصدر الكهربي في حالة عدم مرور تيار كهربي في الدائرة. ده اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه يا عهد؟ ده سامعني؟ طب تسنيم، جاوب يا تسنيم. تسنيم. القوة الدفع الكهربائي. برافو عليك، حاسس ان تسنيم مش هي اللي جاوبت. طيب الدكتورة خلود. يلا يا دكتورة. جهاز رفع او خفض الجهد الكهربي. نعم. المحول الكهربي. اول الكهربي. برافو عليك، المحول الكهربي. ده بيستخدم لرفع او خفض الجهد. تمام. لولا. يلا يا لولا، انت اسمك اصلا ايه يا لولا؟ لولا سامعني. الممانعة التي يلقاها التيار الكهربي اثناء مرور في مؤثرات اسمها ايه؟ هيا لولا. أجاوب حضرتك أنا؟ أجاوب أنا نبدأ يا مستر. نبدأ من أقول الأول. أنا يا أحمد. مستر. أحمد بقى يلا من الأول. المقاومة الكهربية. تمام، المقاومة طب حضرتك الكهربية. كنت عايز أقول حاجة برضه. ما مش المقاومة الكهربية برضه لها تعريف اللي هي النسبة بين فرق الجهد بين طرفي وشدة دي التيار المجرد دي؟ اسمها مقاومة الموصل اسمها. لما يقول لك النسبة بين
فرق الجهد وشيء التيار دي بنقول عليها مقاومة الموصل، بس هو مجازا بيقولوا عليها المقاومة، بس هي الأصح بنقول عليها مقاومة الموصل، إنما هنا دي الممانعة، دي المقاومة الكهربية ذات نفسها. الممانعة المقاومة الكهربية. الممانعة تقول عليها المقاومة الكهربية، إنما لما يقول لك النسبة بين فرق الجهد وشدة التيار يبقى دي اسمها مقاومة الموصل. تمام؟ بس عندي في كتاب الأضواء كاتبها هي برضه مقاومة كهربية مقاومة بس كهربية. أنا بقول لك هي كمعنى علمي الاتنين صح، كمعنى علمي الاتنين صح، بس هو بس بيلخبطوا في الألفاظ، إنما علميا الاتنين صح، مفيش أي مشكلة يعني لو كتبتها كده في أما المكان اللي صح. بتاع النسبة مقاومة مصر. تمام؟ شكرا حبيبي. مريم حمادة، يلا يا مريم. جهاز يستخدم في قياس المقاومة الكهربية للمواصلات. الجهاز اللي بيستخدم الأوميتر. الأوميتر، برافو عليكي، الأوميتر. تمام. تسنيم، يلا. تتناسب شدة التيار الكهربي المار في موصل طرديا مع فرق الجهد بين طرفيه عند سقوط درجة الحرارة، ده اسمه ايه؟ تسنيم. طيب ميري، يا مستر، يلا يا ميري. ها، قانون اوم. قانون اوم، تمام، برافو عليك. يلا نانسي، الجواب اللي بعده. النسبة بين فرق الجهد بين طرفي الموصل وشد التيار المار فيه. يا نانسي، الو، ايوه يا نانسي، ها معاكي. النسبة بين فرق الموصل وشدة التيار، نسبة طردية. لا، هنا مش عايز العلاقة ولا التناسب، هنا بيقول لك النسبة يعني أكنك بتقسمي فرق الجهد على شدة التيار، ده مقصود بكلمة النسبة، فلما تقسمي فرق الجهد على شدة التيار بتطلع إيه؟ مقاومة. اللي هي اسمها مقاومة الموصل، مقاومة مقاومة الموصل. الموصل. تمام؟ تمام. تمام. مستر، نعم. مش اسمها المقاومة الكهربية؟ أنا لسه قايلين، أنا لسه كنت قايل لأحمد الموضوع ده، وهي كمعنى الاتنين صح، مفيش أي مشكلة خالص، لو كتبتيها مقاومة كهربية كتبتيها مقاومة موصل الاتنين صح، بس إحنا الأصح في رقم 10 بنقول اللي هي الممانعة دي اللي مكتوبة في رقم 10 بقول عليها اسمها مقاومة كهربية، إنما في رقم 13 بقول اسمها مقاومة موصل. تقول لي طب أنا لو كتبت دي في الامتحان مكان دي وكتبت دي مكان دي، مش غلط، لو كتبت كلمة المقاومة بس مش غلط، بس احنا بنتكلم بناحية صحيحة او بناحية علمية افضل، بنقول دي اسمها مقاومة كهربية اللي هي في رقم 10، وفي رقم 13 بنقول عليها مقاومة الموصل. تمام؟ جمانة، يلا يا جمانة. متروج الامبير، شدة التيار الكهربي المار في موصل مقاومة. تمام، ده برافو عليكي، ده تعريف الامبير. تمام، برافو. عمر حمدي، يلا. تيار كهربي موحد الاتجاه وثابت الشدة. تيار مستمر. تيار مستمر، برافو. شهد، يلا. شهد أنور، الجواب اللي بعده. هي مش ظاهرة معاكي صح؟ لا لا، طيب يلا اتفضلي. فين؟ عملية ابتلاء الكهرباء. تمام، عملية تغطية معدن رخيص بطبقة رقيقة من معدن نفيس باستخدام التيار المستمر، دي عملية اسمها طلاء كهربي، عملية طلاء كهربي. تمام. ناخد مين؟ عهد، يلا يا عهد. تمام، هي عهد جاوبت في الشات، بيقول لي عمودين او اكثر متسمه بطريقه ما في الدوائر الكهربيه، طبعا ده هيكون الايه، البطاريه. تمام، برافو يا عم. نور مصطفى او نور محمد، نور محمد،
نور محمد سمعاني يا نور؟ طيب مصطفى معايا؟ مصطفى هجاوب انا يا مستر. مش طيب لولا، يلا يا لولا. تمام، لولا كتبت لي في الشات وقال لي طريقة توصيل الأقطاب المختلفة لعدة أعمدة معا دي توالي، لأن طبعا توصيل الأقطاب المختلفة يعني أنت بتاخد الموجب مع السالب، الموجب مع السالب، فبالتالي ده يعتبر توصيل إيه؟ توالي. تمام. نكمل. نانسي مع حضرتك يا مستر. توازي. توازي، برافو عليك. توصيل الأقطاب السالبة مع بعضها والموجبة مع بعضها، يبقى ده توازي. تمام. الدكتورة خلود، يلا يا دكتورة خلود. يا دكتور أقول يا مستر، قول يلا. لا استني، احنا عايزين الدكتورة خلود. أجاوب أنا؟ ثواني بس، ثواني. أجاوب أنا يا مستر؟ طيب كده الدكتورة خلود مش عايزة تجاوب، زعلانة مننا تقريبا. طيب أنا يا مستر. يلا يا دكتور. هو الترابط النووي. برافو عليكي، قوة الترابط هو النووي. الترابط النووي. تمام، قوة الترابط النووي. تمام، برافو عليك. دي اللي هي ممكن يا مستر القوة النووية؟ ممكن القوة النووية، بس هي الأفضل الترابط النووي. تمام، دي أفضلها يعني. نبدأ، يلا أحمد نبدأ تاني. العناصر التي تحتوي أنيتها على عدد من النيترونات يقارب عدد البروتونات. دي العناصر المستقية ولا ايه؟ العناصر المشعة. دي هي المشعة بتاع اللي هي، بصوا، هي العناصر اللي تحتوي أنويتها العناصر المشعة. على لا دي عدد، كان أب من النيتونات أكبر. ثواني يا جماعة، العناصر التي تحتوي أنويتها على عدد من النيترونات يقارب، كلمة يقارب دي هنا يعني الاتنين قريبين من بعض، يبقى دي العناصر العادية. انما ما لما انا قلت يقول لك المستقر. او اللي هي المستقره، برافو عليك. انما لما يقول لك عناصر تحتوي انيتها على عدد من النيترونات يزيد او اكبر من اكبر التدفق. من العدد من التدفق. اللازم للاستقرار، يبقى في الحاله دي بنقول دي العناصر المشعه. انما كلمه يقارب يعني الاثنين قريبين من بعض، بمعنى كده نقول عليها مستقره. تمام، واضحه يا جماعه؟ بتبقى مستقرة برضه يا مستر إذا أقل؟ هي عمر ما ينفعش النيترونات تكون اقل من البروتونات خالص، هما يا اما بيكونوا متساويين يا اما بيكون في زياده، والزياده دي يا اما بيكون زياده بسيطه ففي الحاله دي تبقى مستقره عادي، يا اما بتكون زياده كبيره جدا ففي الحاله دي بتكون العناصر في الحاله دي مشعه. تمام؟ بس يا مستر، ها بيكون باين الفرق بينهم 85. لا لا لا، مش شرط، مش شرط 85، مش شرط الرقم يعني، ما تحطش لنفسك رقم معين، مش شرط الارقام يعني، عادي بقى اي حاجه. بالظبط. طيب نشوف السؤال اللي بعده. اهي بقى، هنا بقى دي اللي انا بقول لك عليها. اهي بقى، شوف السؤال جه مره تانيه. العناصر التي تحتوي انويتها على عدد من النيترونات يزيد عن العدد العدد اللازم لاستقرارها، يبقى معنى العناصر كده المشعة. دي بقى هنقول عليها عناصر ايه؟ مشعه. مشعه. تمام، يبقى تخلي بالكم، بص السؤالين قريبين من بعض جدا. تمام، يقارب ويزيد. يقارب ويزيد، وحتى انتوا بصوا في الثانيه بيقول لك يزيد عن العدد اللازم لاستقرارها، يبقى هي اصبحت غير مستقره، يعني هو بيقول لك يزيد عن الاستقرار يعني ما بقتش مستقره، يبقى خلاص طالما ما بقتش مستقره يبقى انت كده عرفت انها مشعه على طول. تمام، ناخد بعد كده شهد انور. يلا يا شهد، عمليه التحول التلقائي لانويه ذرات بعض العناصر المشعه الى انويه ذرات اخرى اكثر استقرارا، العمليه دي اسمها ايه يا شهد؟ شهد انور. طب مع حضرتك يا مستر، يلا يا شهد اتفضل. العناصر المشعه الطبيعيه؟ لا، لا عمليه التحول التلقائي دي، لا دي لا. اسمها ايه؟ نسمي ايه الظاهره دي او نقول عليها ايه؟ ظاهرة النشاط الإشعاعي الطبيعي. برافو عليك، ظاهرة النشاط الإشعاعي.
طبعا ذره النشاط الاشعه ديت اللي اكتشفها طبعا زي ما احنا عارفين العالم اللي اسمه ايه، هنري بيكوريل. بيكوريل ده اللي اكتشفها. تمام. ناخد نانسي. يلا، التفاعلات النووية التي يتم إجراءها صناعيا وينتج عنها كميات هائلة من الطاقة. النشاط الإشعاعي الصناعي. تمام، برافو. نشاط إشعاعي صناعي. نشاط إشعاعي صناعي. تمام. جمانة، يلا يا جمانة جاوب اللي جاي. نعم، التلوث الإشعاعي. تمام، برافو عليكي. التلوث، انت قصدي بتاع رقم 24 دي؟ اتفضل. رقم 24 مالها يا مش النشاط الإشعاعي الصناعي ده مش هو الإشعاع والطاقة النووية المنطلقة أثناء التفاعلات النووية التي تجري في المفاعلات النووية القنابل الذرية؟ أيوة، التفاعلات النووية التي يتم إجراءها صناعية، يبقى ده نشاط إشعاعي صناعي. وأظن الصناعي. أيوة. وينتج عنه كميات هائلة، ما إحنا قلناها نشاط إشعاعي صناعي. أي نقطة ماشي. تمام، ماشي. وقلنا اللي بعدها ارتفاع كمية النفايات أو الفترات المشعة التي تنتج من المفاعلات النووية، ده التلوث الإشعاعي. تمام، مش التلوث الإشعاعي ممكن برضه ليه تعريف آخر؟ اللي هو زيادة كمية الإشعاع وزيادة نوعيتها أو ارتفاع نوعيتها برضه. صح. لا، وفي برضه ارتفاع نسبة الإشعاع الذري في البيئة عن الحد الأكثر مأمونا الذي يستطيع أن يتحمله الإنسان. برضه صح، كل ده صح، كل ده بيؤدي نفس المعنى. طيب ناخد منة الله مجدي. يلا يا منة. منة الله مجدي، يلا جاوبي لي السؤال رقم 26. الإشعاعات النووية في البيئة. الإشعاع الطبيعي. برافو عليك، ده نشاط إشعاعي طبيعي. تمام، في البيئة، يبقى كده الإنسان ملوش دخل بيه، يبقى ده نشاط إشعاعي طبيعي. تمام. ميري، يلا يا ميري. ميري. أي مستر. يلا اتفضلي. الخلايا الحية المسؤولة عن تكوين خلايا الدم، وهي أول ما يتأثر بالإشعاعات النووية. إيه أول حاجة بتتأثر بالإشعاع النووي؟ نخاع العظام. برافو عليك، نخاع العظام. تمام، نخاع، يبقى نخاع العظام. ناخد مصطفى. يلا يا مصطفى. مصطفى سامعني يا مصطفى؟ مصطفى جاوب في الشات وقال لي انها اسمها سيفرت. تمام، دي وحدة نشاط او وحدة قياس الإشعاع النووي الممتص اسمها سيفرت. وطبعا احنا قلنا العاملين بأقصى حاجة بيتعرضوا لها 20 مللي سيفرت، انما الجمهور أقصى حاجة 20 بيتعرضوا لها 1 مللي سيفرت. واحد. تمام، برافو عليك. طيب تعالوا بقى ناخد شوية مسائل. أول مسألة، ومريم حمادة هتحللي المسألة وتقول لي يلا عملت فيها إيه. يلا يا مريم. يلا يا مريم. مريم حمادة. ماشي يا مستر، بحلها. ماشي، يلا على مريم. هو بيقول لك احسب. مفيش علل النهارده؟ ايه علل والله، ايه بعد المسائل هتلاقي علل فيما معنى وفي علل ربنا يسهل ونقدر نوصل لهم ان شاء الله. لو شيء بس الوقت 40 دقيقه بس، يعني كده كده لو ما كملناش هنزل لكم الملزمه ديت على الصفحه بتاعتنا ان شاء الله، مفيش اي مشكله. 240 كولوم. تمام، هو طبعا هنا عايز الكميه الكهرباء طبعا على طول عشان ما اتلخبطش. اول حاجه بعملها على طول ان انا اقوم عامل المثلث اهو، اعمل المثلث هنا. هنا بكتب هنا كاف وبكتب هنا ت وجنبيه هنا زين. انا عايز كاف. تمام، يبقى كاف بتساوي ت في زين. ت اللي هي شده التيار طبعا مكتوبه باتنين في الزمن. هنا بقى الزمن بيقول لك دقيقتين، دقيقتين يعني 120. يبقى هضرب 2 في 120 هتطلع 240. طبعا 240 كولوم. كولوم. 240 كولوم. تمام يا مريم، برافو عليكي. ناخد الدكتورة خلود. يلا يا دكتورة خلود. نعم.
نكتب القانون الأول. نكتب المثلث والقانون. يلا عارفة المثلث بتاع ايه؟ المثلث ثواني. ايوه حاضر. يا مستر مش باين. مش باين المساله. مش باين ال هو بيقول لك احسب الشغل اللازم لنقل 100 كولوم بين طرفي موصل. لا. فرق الجهد بين طرفي 3 فولت. ابيض واسود. نعم. ايه اللي مش ظاهر؟ معلش. 300 جول. تمام. طبعا احنا هنكتب الاول القانون. تمام. يبقى هتقولي شيء 300 جول. ماشي ماشي ثواني بس. ايوه. هنكتب المثلث الاول شين غين على ك ونقول شين غين هيبقى على جيم في كاف. هو عايز الشغل يبقى شين غين. معلش بس الماوس بيعلق. هتساوي جيم في كاف هتساوي 3 في المية 300 جول. 3 في 100 هتساوي برافو عليكي 300 جول. تمام. شكرا يا دكتور. ناخد مير. لا ناخد جمانة. يلا يا جمانة. المقاومة الأول هنجيب الفرق الجهد بيساوي شين جن على كام؟ هتساوي 300 على ال 50. هتطلع بستة. بعد كده المقاومة مين بتساوي جيم على ت بتساوي 6 على 2 بيساوي 3 اوم. يبقى هي أول حاجة هي طبعا قالت المقاومة. عشان أجيب المقاومة بقسم جيم على ت، فبالتالي أنا ما عنديش جيم، ما عنديش فرق الجهد، يبقى لازم أجيب جيم الأول. يبقى جيم هتساوي الشغل على ك، يعني هتساوي 300 على ال 50. طبعا 300 على ال 50 قالت فيها الكام؟ فيها 6 فولت. يبقى كده اول حاجه جبتها فرق الجول. بعد كده بقى هنجيب المقاومه عادي. مين بتساوي ج على ت من المثلث اللي هو الثالث اللي هو اخر مثلث عندك، اللي هو هنا ج وهنا م وهنا ت. اجيب منه المين. مين بتساوي ج على ت؟ يعني 6 على كام المقاومه عندي؟ عندنا كام المقاومه؟ 2. يبقى 6 على ال 2 تطلع فيها 3. طبعا 3 اوم عشان المقاومه بالاوم. تمام كده. يبقى 3 اوم. تمام يا مستر. نعم يا مستر. نعم تسنيم. انا عندي سؤال. اتفضلي يا تسنيم. في سؤال في امتحان من الامتحانات، كان امتحان الاسكندرية 2018. تمام. عن الدائرة الكهربية. تمام. حضرتك ممكن افتح الفيديو وتشوف السؤال؟ ممكن ايه؟ افتح الفيديو وتشوف السؤال. ماشي اتفضلي. حضرتك استني واحدة هفتح لك كده. استني هقفل انا من عندي وانت افتحي كده وشوفي. ايوه في الدائرة الكهربية المقابلة اذا كانت قراية الامر. ارفعي كويس عشان كده مش ظاهر عندي. احنا كده الشاشة سوداء يا تسليم. ايوه بس الموبايل عشان ما يتهزش. تمام. اذا كان هي قراءة الاميتر كاتبها لك 1/10 امبير ومقاومة المصباح 60 اوم والقوة الدفع الكهربية للعمود الواحد المقاومة البطارية دي كام؟ 1.5. تمام. كبر الشاشة بس يا حبيبي. مش هينفع اكبر الشاشة طالما هي بس احنا كده مش شايفين السؤال. ايه
والله، بس هو لما حد بيتكلم الصورة بتروح فما بقدرش أشوفها. هي بس المشكلة إن الصورة مش باينة، مش عارفين نشوفها كويس. ما أقل عدد من الأعمدة الكهربائية للبطارية يلزم لإنارة المصباح؟ ما أقل عدد من الأعمدة؟ هي الصورة مش باينة قوي. بس بصي يا تسنيم، بصي يا تسنيم، صوريها. هي المشكلة إن أنا كل ما هتكلم هي الصورة هتتغير. صوري الصورة بالموبايل وأنا هديلك اسم شير بحيث إن أنت تشيريها من عندك. هو حضرتك دي محافظتي بس. نعم؟ محافظتي. مش عارف هي بتقول اسكندرية تقريبا؟ دي في محافظة اسكندرية. معلش ما كنتش بجاوب مع حضرتك عشان الصوت مش عارفة أفتحه. بس ده بتقول احنا مش شايفين حاجه. هي بس والله بصي يا تسنيم، هي المشكله ان انت الصوره كل ما حد بيتكلم الصوره بتتغير، فبالتالي ما بنبقاش شايفين الصوره. فانت صوريها بالموبايل وانا هدي لك اذن الشير بحيث ان انت تقدري تشوفي. تمام ماشي يا مس. ماشي يا تسنيم. يلا ناخد اللي بعديها. عهد، يلا جاوبي لي عهد المسألة اللي بعدها. احسب شدة التيار المار خلال مقطع من سلك إذا مرت شحنة مقدار 20 كولوم عبر مقطعه خلال 4 ثانية. يلا عايزين نجيب شدة التيار. يلا يا عهد. عهد معايا يا عهد؟ عايزين شدة التيار. طبعا برافو عليكي. طبعا هنعمل المثلث اللي هو شدة التيار بتساوي الكمية الكهربية على الزمن بتساوي 20 على 4 بتساوي 5 امبير. تمام برافو عليكي. هنعمل ت، ت بتساوي كاف على زين. طبعا كاف اللي هي كميه الكهرباء ب 20 على الزمن بتاعنا اللي هو 4، يبقى 20 على 4 تطلع فيها 5، وطبعا هنكتب 5 امبير. 5 امبير. تمام يلا ناخد عمر حمدي. يلا يا عمر جاوب المساله اللي بعدها. عمر حمدي تطلع 6 فولت يا مستر. طبعا هتطلع كام؟ 6؟ لا مش 6، 4. 4 4 يا عم. طبعا هيبقى عندنا هنا شين غين وهنا تحت جيم وكاف. تمام. لا 4 فولت. 4 فولت. هنا جيم وكاف. تمام. يبقى هنكتب طبعا هو عايز هنا فرق الجهد، يبقى ج بتساوي ش غ على الكاف. طبعا يبقى معنى كده هتطلع كام؟ 32 على 8 تطلع 4 فولت. نشوف السؤال اللي بعده. ناخد نعم. انا معايا جبت سكرين للسؤال اهو. جبت سكرين للسؤال؟ ايوه. طيب استنى هدي لك اذن الشيخ. ثواني هدي لك اذن الشير. افتح كده الشير عندك. يلا ماشي. يلا عشان فاضل لنا دقيقتين.
خلاص يا مستر بعتها. الصورة مش واضحة. الصورة مش واضحة يا جماعة والله، الأرقام مش واضحة خالص، الأرقام مش واضحة نهائي. هو الشير ده في حضرتك ده مش الصورة دي، ده أنا معايا واحدة تاني. طيب جمانة أو تسليم اللي عملت الشير تقفله. افتح يا أحمد أنت الشير يلا. مش هقدر اتفتح. ليه؟ أنا فاتح، أنا مفتوح الشير والله. بس غلط فتحه. تمام. طب انت مصور ايه؟ انت مصور ايه دي؟ فيديو ده ولا ايه؟ ايوه. طيب يعني احنا عايزين نشوف الصورة. خلاص حاضر هجيب لك الصورة اهي. ممكن يبقى الصورة حضرتك جدا الايه؟ الصورة جدا خلاص. طيب ماشي. يلا عشان الوقت. يلا عشان فاضل دقيقة. ممكن يا مستر مذكرة بي دي اف. هنزل لكم الصور بتاعة الملزمة ديت و هنزل لكم اللينك على الصفحة وعلى القناة إن شاء الله. والجدول بتاع المواعيد. حاضر بإذن الله. في الدائرة الكهربية المقابلة إذا كانت كراية الأميتر 1/10 أمبير ومقاومة المصباح هو دي اللي أنا جبتها 60 أوم والقوة الدفع الكهربية للعمود الواحد المكون للبطارية 1.5 فولت. أقل عدد الأعمدة بقى أربعة. أقل عدد من الأعمدة الكهربية. طب أنا هجيب أقل عدد من الأعمدة بناء على إيه؟ إحنا ثواني بقى عشان أتكلم عشان أشرح لزميلتك. إحنا أول حاجة هنجيب فرق الجهد اللي هو عندك المثلث اللي هو ج م ت، المثلث بتاع ج م ت تمام؟ هتجيبي منه فرق الجهد اللي هو ج، يبقى ج بتساوي م في ت، يعني هتضربي 60 في 1/10. طبعا لما تضربي 60 في 1/10 الناتج هيطلع معاكي 6 فولت. 6 فولت. طيب انت دلوقتي